السلام عليكم متابعينا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله دوم خير وصحه وسلامه. اليوم عندنا اسعار الثلاجات الكونكورد من اكبر حجم الى اصغر حجم. طبعا قبل ان اذكركم، يا ريت تدعمون الحساب بلايك ومتابعه وتفعيل زر الاشتراك الجرس حتى يوصل لك الموجود الجديد بعالم الاجهزه الكهربائيه والمنزليه. نبدي بالثلاجه 25 قدم، السعر 830,000، و حجم 28 قدم 977,000، طبعا بلون ابيض واللون سيلفر. ال 25 قدم ايضا بهذا اللون، شويه فرق اللون، يعني اغلب 60,000، 890,000. هنا حجم 25 سيلفر، فرق اللون ايضا عن الابيض، فرق 20,000، 850,000. هنا حجم 22 قدم، سعر 767. طبعا قبل لا ننسى، انه ذكركم انه صناعه لبناني، تمام، الاصلي طبعا لمده سنتين بجميع الوكلاء اللي يمتلكون وكاله كونكورد بالعراق. ايضا عندك ال 20 قدم 640، 20 قدم اللون السيلفر 669. طبعا الفرق انه فرق اللون، سعر باللون. عندنا 18 قدم، سعر 667,000، ما نلاحظ. عندنا 16 قدم 641، 15 قدم باب وحدة 560، و 14 بابين ما نلاحظ 560، و 11 قدم باب واحد، من هذا الباب الواحد السعر 431، والحجم 9 قدم 404,000. وعدنا أصغر حجم اللي هو القياس المنضدي 6 قدم، السعر 275,000. طبعا لهنا انتهت الأسعار الكونكورد. طبعا أكو أيضا أحجام مختلفة وأكبر، فإذا أيضا أي استفسار كتبوا لنا بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو طولوا لايك ومتابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.